تجربة إبداعية تجاوزت من العمر الفني 40 سنة. دائم الحركة لا يستكين، لطالما كان الأنجح في جل الأدوار التي تقمصها. قادر مقتدر في التلون من شخصية إلى أخرى بين الكوميديا والتراجيديا والمونودرام. نبدأ باي؟ نبدأ. أخي تسوق في تراكتور أنت؟ أنت بركز. ومش يبدأ يهزك ويبطب. مش بي في 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 حرف زر في بي في بي يا بي ما نعرفهاش انا في بي وش هي هذه المحاذيه الكيف تبرسك هو رزوقة كريم سيدي خويا سليمان الأبيض عزوز عم رشيد عمران المروكي هو باختصار كمال تويتي. تبارك الله على نسيبي وعلى دقة الملاحظة متاعو حقك تخدم زادة مفتش بتاع شرطة شك حلو في الرشطة واحنا نستنيو في القضية يا أخي هما تمهم حاجة المفيد كيجي وقت الفطور يلقاو الماكلة حاضرة اسمع سيدي شفت هادية كيفاش في ساعة أقلمت مع المحيط هوني لا سيدي اتهنى 25 سنة في باريس عزت محيطها وعايشة به في محيطهم شنية هالمحيط هذي؟ لا 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 يا هادي هذه حكاية متاع أنتروبولوجي هذي صعيب عليكم هذي كان هيتها أولا لا أولا لا يا عمي شو هذا؟ جاتني شو هذا؟ تراه هبط 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 تراه مدير زين الخنفوسة تولي عروسة خنفوسة عروسة هكا تفجع فينا سيدي يا معلم ديخل اسم الله عليك عسلينا أخويا عسلينا عسلينا وريني شو عندك تراه أنا جوي مسكويت كانت رحلة 40 سنة من العمر الفني ناجحة جعلت منه صاحب الرصيد الأكبر من الأعمال الفنية ها؟ عميرات الشاهي تاكل بابا اليوم والله أنا شاهي الحوت من اللي جيت لهنا وناوي على 7 بالحوت مشات معك ما لا هيا نهزوا القفة ونمشي ونعملوا مارشة في المارش كان شوفوا موري ساعة أي أي نتوكلوا على الله أي شبي شبي خويا مو لاباس كرشي كرشي أي عمل كوراج وبرا مع كريم كرشي يا 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 عزوز اهلا اليوم ظهر لي فيك ماكش قض بعضك شنو فما حاجه جديده جديده حق على ذكر الحاجه الجديده ايج اخويا ايج جابك ربي ماني قبيله تعديت للسوبر مارشي جديد يا اخويا يا اخويا ونرقى فيه جو يا بابا يا بابا تعرف يا سيدي عاملين فانفار ساعه قبل قدام السوبر مارشي جديد واللي جيرلاند ولوان بالمزينين والكونفيتي والعباد هكا تنغش الداخل شنو مشيت النسنس حتى حد ما وراني الضوء يا حسنت يا حسنت اباي اقعد سكت اقعد تمك اباي اباي وش بيك يا كوبي تشوف ولدك حاب يطيحني من فوق السريه اوه اباي حاب يطيحني من فوق السريه مش هنا ديك عم تزيد من مواليد العاصمة في 1952 دخل المجال الفني من بوابة الفن الرابع بالعمل الفني المتميز الكاريتا في 1974 رفقة الكبير لمين النهدي
يا ويها فريق وماك عاليتي وماك عاليتي يا ويها ربين على مولا بيت على مولا بيت يا سي من الكمال لك انت سي سبتي ها نقعد نلوج عليك نا كان شوفناه بطل تونس غدك هنا كوميديا سوداء تنتقد في قالب كوميدي ساخر معاناة الطبقة الضعيفة اجتماعيا في تونس أواخر السبعينات، عمل يصور معاناة الوافدين من الأرياف على مدن الصفيح الساخن. هاي كلام فيك عزر ونات مش نقعد نلوج هاي كلام فيك جاسم ولا نقعد فيك الجيتا بالجاسم ولا باي حنانة الزبت يا ذاهرة وهبت التونسي حاوس ما لوش على بالجاسم قلت لك الجيتا بالجاسم ولا باي بالجاسم الجيتاس باي تونس يزي من العياط هكا تونس تحت يزي من العياط بالحرام العباد قلت لك يزي من العياط. إن المتمعن في تجربة الممثل الكبير كمال تواتي في المسرح يلحظ الميزان الفني الثقيل لجل الأعمال التي قدمت من كاريتا في 1974 إلى فاميليا في 1993 مروراً بضد مجهول في 1999، لكن تبقى أيقونة المسرح التونسي كلام الليل العمل الفني الذي طبع مسيرة كمال تواتي. نص كلام الليل العمل الفني الذي أنتجه التياترو في سنة 1990 جمع في الحقيقة بين دسامة لغوية ظاهرة على لسان العمل والتصور الحداثي للعمل الركحي ككل، ومما زاده تميز الكاستينج المتقن لأبطال المسرحية وهم نخبة النخبة من المسرحيين، على رأسهم كان كمال التواتي الذي تجرأ في هذا العمل على قول ما لم يقل. وبراءة الأطفال في عينيه. I have been one of those children, by the way. I tomorrow I'll see the trail of my winnings there. I have a police in jail for them while they went away. I have been in tomorrow by the sea by the barrel winnings side. I am aware of the father by the street by the run of all. I have to my left the free wear and south of Africa and the weddings made of work. And those feet are the one who realized me for the lingering. We are the world. أنا تعرف الشاهي؟ فكرتني حتى أنا شاهي حاجة. شاهي شاهي مرحوم من والدين. عيشتي أنتي. البابا أمك حورية واللي ليمون وكبار العربي زيت الهريسة العربي زيت زيتونة والطرشي على جناب هكايا وسلطة شوية والطن والبابا. كلام الليل بمثل هكذا نصوص سيبقى أيقونة فنية سابقة لزمانها كتب لها أن تنجح على الدوام. بلوك. قال لك أوغو تونيازي الدوام لله. بالله يفكرني لعزان نمشيه له في الفرق الثاني. قال لك أوغو تونيازي يعيش راسك. اها واللجنه الثقافيه في بالها في بالها هيا ما لا باقي ابرك. قال لك اوغو تونيازي مات. هذاك ربي سبحانه طاح فيهم. من بين الركح المسرحي الذي كان البوابه الاولى له والشاشة الصغيرة التي دخل من خلالها كل البيوت أو من خلال نافذة السينما سابع الفنون
الذي سجل بدوره صفحة هامة من صفحات نجاحه. الهيجوج ضم على المدينة واحنا نقولوا العجاجة منين؟ عايشك يا ولية تلاب حواجك، كان انتي بلدية انا ريح جبالي ما يشاور حد. هالسين هذا وريهولي قدام الباب. النار 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 عبر على مقصودك، لحد راه دفون يكونوا له بقى. ميزوني يمشي يتكلم الميزوني، هو يعرف تاب يا ميزوني. ميزوني ريت عم بساعة ماشي داخل. ميزوني حل بعد هل يقبل؟ اسمع الملكة جايبة ما نوصيكش ما كفالح في الكريسة هاري ما تحاسب لي حليل. حليل بيش بارك هامل كيم ولا أنا حصرته. أهلا فلاح. عسلامة. تتعمل هنا ما خليتوش يدخل كما ما قلت. شبيك تنجعد؟ جيت باش نسلم عليك وحبيت نقول لك ثم جماعة صحابي يصوروا في فيلم تونسي عاد يلوجوا على مرأة سمرة وحلوة عاد والله خممت فيك. أنا هكا فرجي يا سلاح. تفضل يا ميم. ايزي اختها فلاح. خلينا اسحاق شو مكفينا خلينا. ايزي يا برب ايزي اختها لي بنيتي. تفضل تفضل مرحبا. ايزي اختها. قبول صالح. كان انتقائيا حتى في ادواره التي قدمها في السينما، حيث سجل حضوره ضمن أبرز الأعمال السينمائية التونسية التي أنتجت منذ أواسط السبعينات، سواء من خلال رسائل من سجنان أو عصفور سطح وسلطان المدينة. أدوار قدمت في الحقيقة شكلاً آخر من أشكال الإبداع عند كامل تويتي، خاصة وأن السينما فن يمنح الممثل مجالاً أكبر وأوسع للتعبير بكل تلقائية وبأكثر جرأة في الطرح والأداء، وكمال التويتي لم يحد عن هذه القواعد. لكن سلعتك هاو كبدا سيد خلوين وبعد يجيو يتشكاو ويتبكاو ويطلبوا في السماح. يا سي نعاد سي عبد الوهاب توا قالك حتى من الموتى ثم انا ما انا من كبلي نقرا الجرايد الكل قالوا الدنيا رايضه وتونس بخير تونس بخير. يا زينب لموتى ومجريح واللي توفاو بالسكر جاوك شويه كل حد كيفاش تجي المنية خطونا يا جماعة كلهم بخلت. السلام. السلام. الله المستعان. هلا كولومبو كيسبر حتى هو اليوم نهارك زاد هتجي تقعد نعمل لك سلطة بلاش. وين السلطة نتاعك؟ والله شي فدت لوج على يوسف سلطان قلت نلقاش بحذاكم. اش بيش عمل لكم يمشيش يزاد حاب يقلب النظام وانتم فسدتوا له الملعوب. من عند عزيز الى لوتيل، اعمال رافق فيها المخرج الكبير صلاح الدين السيد في ثنائيه تعامل جد ناجحه. شوف لي حل. اش قولك لو كان نحي البرنيش والنيش اللي في شعري؟ ها؟ السيد هذا جاي لينا ولا للجماعة؟ هو قيدوم الدراما عن جدارة بنجاح باهر، طبع كل أدواره التي قدمها. تميز بأعجوبة في لعب أدوار الكوميديا والتراجيديا.
هاي وحلوها كيما تحبها. من اضحك للدنيا في 1995 مرورا بباب الخوخه في 1997 لطالما اعتبر كمال التويتي مهندس السيت كومات او كوميديا الموقف. أعمال تلفزية ليست بنفس ثقل الأعمال الدرامية من حيث الأحداث، لكنها أعمال مستساغة لدى المشاهد بمواقف ضاحكة لا تسقط في السطحية أو التفاهة. وكمال التويتي في التلفزة اختص في مثل هكذا أعمال. هاي هي لما ينالها 500 دينار. أيوة وين قداش حطيت عليه؟ والله اللي قال لي حاجة أنا قايدتها وانت ما قلت شيء سي محسن. باهي حط عليها 100 دينار يوليو 600، وكلم فيسع فيسع عمك مسعود يهزهم لهذوم بلكش مستحق تلو 100 دينار سي محسن. مش ياسر عليك راه مشتري شهريت. لا 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 ياسر لحد شيء، زكاة على صحة البدن كله من عند ربي. سي سليمان فاش قام تبعث لليلة دلندا؟ شنو شنو؟ أنا بعث لدلندا وهذا شنو؟ فيش دو بي؟ ها؟ هكاتب أحلى تهاني بخط يدك على الكارتة واسم ليلة دلندا على الماسو. شنو الحكاية هذي؟ شنو هي هذي؟ ترى هي اللي كاتبوا الداخل هذا كاتبوا أنا ولي على الماء. لا ماهوش كاتبوا أنا اللي على الماسو، هذا ماهوش خطي. استنى ساعتي نعرفوا الخط هذايا. تبي بيان سور هذا ما هو خط اسبوعي هذايا. اشكون يود لي بالمصايب على الصباح بخلاف اسبوعي؟ اسمع انا ما عادش يهمني، نحس في الماء يلعب تحت ساقيا وانا ما عادش يساعدني. يا بنتي يزي بلا ماء وبلا ساقيك هذاك تلقاها اسبوعي. ليتجدد التعاون مع صلاح الدين الصيد في العمل الظاهره شوف لي حل الذي قدم لنا الشخصيه المحوريه سيدي خويا او سليمان الابيض، عمل في 6 أجزاء كان الأطول والأنجح والأقرب إلى القلوب من كل الأعمال الكوميدية التي قدمها كمال التويتي طيلة مسيرته. بونشوف أنا الحقيقة اليوم ما نجمش نقدم معك أكثر، باش نبعثك لطبيب أعصاب زميلي باش يشخص الحالة نتاعك ويعمل الدياغنوست تيك نتاعك. يا أخي أنا شكون اللي بعثني؟ ماهو النورولوج متاعي هو اللي بعثني وعطاني جواب. جواب؟ اي وين الجواب؟ عند الفرملي؟ لا في الدار. شنو في الدار؟ عزيزتي اش قولك في هالزنقة؟ زنقة سيدي الدنيا منذ كامل. هاي اللي قلت لك عليها بعض تعظمتي هنا. سبيان تعرف شو يقولوا يا وناسة؟ يا بايضة في الشتاء في سود الليالي العظمة حارمة والربيع مازال تالي. وحدك يا باشا، اما سامحني عارفي الشعر بتاعك ذي ما فهمتوش. توم فسر لك، اللي تبيض في الشتاء تحلم والعظمه تحرم في البرد والفرخ اللي يفقس ويمنع يموت من الريح. معناها نتصرف فيهم انا العظمتين؟ لا ما فهمتنيش، قلت لك ما يمنعوش اما لكن خليها تحلم. نجم نمشيه عليك وقت الحب. اطلب السماع اطلب السماع اطلب انا هي السماع. ما نحبش بابا ما نحبش، مش لازم سكي فمك. كمال التويتي لم يقدم في الدراما أدوار الإضحاك والكوميديا فحسب، بل تميز في أدوار أخرى تحملنا إلى الشق الثاني للدراما التلفزية بتراجيديتها المحببة عندنا. فكانت أدوار مثل المروكي في الفوندو أو عمران في النوبة أدوار أخرجت أخيراً كمال التويتي من جلباب سليمان الأبيض. وما يبغيش في غيره، صحيح يظهر كاسح أما قلبه حنين برشا. والعزوز ربي فضلها له وقالت له يزمك تحني ساقك باش تبرع. تبرع كان بالحنة هذيك بدا محني اشتر سويقته هكاك وقاعد. فوزية هي لها بالتنظيم. كان ولا زال أقدرهم في المونودرام لون فني مسرحي يقوم على مفهوم الممثل الواحد. وكمال التويتي أتقن هذا الدور جيدا سواء في ضد مجهول أو احنا هكا أو انعاش.
بنصوص مشحونة تستفز آذان السامعين، وكما عودنا التواتي دائما ببعد سياسي متميز. تفضل خويا 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 تفضل هكاك على الورقه والحلو، واحنا نزغرتوا شيخي واحنا حفنا هكا، وعندك جماعه الدعوه ما قعدوش مشاو هكا، والعباد مازال تدز هكا العباد هكا دز هكا، الباركينج يملا ويفرغ مازال هكا. ها شوك الباركينج تفرج هاي وي تفرج هكا هكا لحمت غادي لحمت غادي لحمت غادي هكا فما عركه ديجا فما عركه. اوه يا مدى يا مدى بصور كاريكاتورية ناقدة لوضع التونسي وهو في حالة إنعاش دائم. قدم كمال التواتي في جل أعماله تشخيصه الفني لحالة التونسيين واضعا إصبعه على الداء السياسي. إنعاش عمل بنص ناقد أراق أنعش فينا شيئا من كياننا الذي أصابه الوهن. وانتم من حبه تعملوا قبه والقبه تعملوا حبه، التيوري الاخرانيه هذه فهمت انا نمها بشويه دو احمر وكهوه تدهن نمها بشويه دو احمر نعيرين ثلاثة تغزر للمرايه تغزر وجهك ترقاها الدمار وما تعديت بالديوان وتعديت مك الآلة الجهنمية اللي تنقص هذيك تنقص هذيك يفركسوني ونتعدى يقولوا لي هاي تعدى سلام تولي ترجع ناحي فيست ناحي فيست فهمتي لا تكبها تحطها غاديك وتمشي تولي ترجع ناحي سوريا الشناقل والزرق والزبدة تحطهم في البانو، البانو الأزرق هذاك في العالم الكل بانوات زرق فهمتي لا تحطها غاديك وتمشي تولي ترجع. بين جدية غير معهودة في أدواره التلفزية وخفة كوميدية طاغية، نلحظ أن كمال تواتي في الدراما هو خليط من عدة ألوان فنية يربط بينها كلها عنوان واحد وهو الإتقان والنجاح. هو عملية تجديد مستمرة، عفوي محافظ دائما على توهجه بعد أن أجاد في كل أدواره ووظف بإتقان عوامل السن أمام الفن. صحيح يعطيك الصحة.